السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم ربي بالخيرات والمسرات والبركات. الله أسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسعدني وإياكم سعادة لا نشقى بعدها أبدا. الفوز الذي ليس بعده خسارة، الفوز الذي تبذل لأجل تحصيله الغالي والنفيس ولا تعد خسرانا أبدا، إنه الفوز الذي أخبرنا به ربنا عز وجل. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنه الفوز بالجنة، رزقني ربي وإياكم الجنة.